السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا كان في سؤال كده، كان وفق يعني بدرس في حفظ طلاب القرآن والعلوم الشرعية، وفق ده معاد علم ولي من علم. نعم نعم. حضرتك وافق معاد تحفيظ القرآن والعلوم الشرعية، بحفظوا القرآن والعلوم الشرعية، فوافق ده معانا وموعد عرس لأحد الأقارب أو الأصحاب، فصاحبي راح وليمة العرس، فأول ما راح فقلنا له هو الأبد ليك إن أنت كنت رحت تحفيظ القرآن، لأن الطلاب ما هيضطروا إن هم يمشوا، مفيش حد هيعلمهم فيه سواء تحفيظ القرآن أو علوم شرعية. أنهي الأولى وأنهي الأبدع؟ هو يتقاضى أجرا على تعليم القرآن؟ نعم. هل يتقاضى أجرا على تعليم القرآن؟ لا يتقاضى أجرا. لا يتقاضى أجرا. والله إذا المسألة فيها شيء من التيسير بعض الشيء، إذا كان أهله سيحزنون إذا لم يأتي للعرس، تكون قطيعة يذهب للعرس. إذا كان بالإمكان صديقه يعني، أيوة، إذا كان سيحزن وتنشأ مشاكل فالأولى يعني أن هو يروح العرس لكن لو لم تكن هناك مشاكل وكان صاحبه متفهما، فلا يعدل أحد بالقرآن شيئا. الله يبارك لك يا شيخ، ربنا يجعلنا في الزخرة دينا إن شاء الله. الله يكرمك.